نشرة الأخبار الرئيسية من الحياة الجزائرية، والبداية بأبرز العناوين. مظاهرات سلمية عبر كامل ولايات الوطن للجمعة الثالثة على التوالي. مجاهدات فنانون وشخصيات سياسية شاركت في مسيرة الجمعة الثالثة. افتتاحية مجلة الجيش، ما حققه الجيش الوطني الشعبي عبر مختلف الأصعدة يترجم مدى ارتباطه ووقوفه اللامشروط إلى جانب أمته وشعبه. وفي اليوم العالمي للمرأة استذكار بمكانتها ودورها في التنمية وبناء المجتمع. دوليا، مكتب حقوق الإنسان الأممي يصدر بيانا مشتركا لست وثلاثين دولة تدين السعودية وتطالبها بفتح تحقيق في قضية مقتل خاشقجي. أهلا بكم من جديد. بداية، تتواصل للجمعة الثالثة على التوالي المسيرة الرافضة للعهدة الخامسة عبر القطر الوطني، حيث خرج اليوم الجزائريون بعد صلاة الجمعة في مظاهرة سلمية مرددين فيها نفس الشعارات التي رفعوها الجمعتين الماضيتين. تفاصيل أكثر حول الموضوع مع أبو بكر الصديق موسى. مطالب الشعب الجزائري السلمية تتواصل في جمعتها الثالثة، حيث شهدت الساحات العمومية بالعاصمة، البريد المركزي وساحة أول ماي، توافد عدد هائل من المتظاهرين للتعبير عن رأيهم وبمطالبهم السلمية، ولهو لبدليل على وعي وتحضر للشعب الجزائري. بعد صلاة الجمعة يتجدد موعد بداية المسيرة السلمية بتجمهر للجزائريين، خاصة وتزامن الحدث مع اليوم العالمي للمرأة، أين عبرت حفيدة حسيبة عن مطالبهن. سعيد كل المرأة، والجزائر هي الكبر، وربي بعد عنا ضمن ولاد الحرام. أزقة العاصمة استقبلت أعدادا هائلة من الجزائريين، وكعادة الشعب الجزائري عبر بلافتات وشعارات وبأعلى صوته نادى لتحقيق مطالبه بطريقة سلمية مثلما تشاهدون. إذن هي مسيرات سلمية خرج فيها الجزائريون عبر كافة أرجاء الوطن رافعين شعارا واحدا وهو التغيير. إكرام بطاش. تشهد الجمعة الثالثة من المظاهرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة. التظاهرات التي دعي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأت بعد صلاة الجمعة في بعض الولايات على غرار البويرة، سطيف، بجاية، غردايا، ورقلة، سيارة سيدي بالعباس البيض، جيجل والعديد من الولايات الأخرى. والمميز هذه المرة هو المشاركة النسوية الكبيرة في عيدهن العالمية، حيث شهدت ولاية قسنطينة ما يفوق عن 15,000 مواطن. مسيرة عرفت تأطيرا من قبل المواطنين مع عدم تسجيل أي تجاوزات أو احتكاكات مع صفوف الأمن. هذا وخرج آلاف المتظاهرين بولاية البويرة في مسيرة جابت شوارع العاصمة. أما في ولاية الجلفة، خرج المئات من الشباب متجهين نحو مقر الولاية، أين استجابوا لوقفة 8 مارس وكانوا في الموعد. ولاية سكيكدا هي الأخرى، خرج آلاف المواطنين انطلاقا من ملعب عشناوت فيها وصولا إلى ساحة أول نوفمبر. مسيرات جاءت رفضا لترشح الرئيس الذي انتهت ولايته، شارك فيها آلاف الجزائريين حاملين شعارات تطالب بضرورة عدوله عن الترشح. مظاهرات شهدت تأطيرا أمنيا محكما. آلاف المتظاهرين خرجوا في شوارع أحياء العاصمة مطالبين بعدول الرئيس المنتهية ولايته عن الترشح لعهدة رئاسية جديدة وسط تعزيزات أمنية مشددة. وما ميز هذه المسيرات السلمية التأطير المحكم لعناصر الأمن. عمر بركتة.
مسيرة حاشدة جابت مختلف شوارع الوطن بطريقة حضارية سلمية. أقل ما يقال عنها أن الشعب الجزائري والأمن الوطني أعطوا للعالم برمته درسا في الأخلاق والتغيير السلمي للأوضاع الاجتماعية السائدة في البلاد في أجواء جد هادئة. الشرطة كانوا دايرين المهام تاعهم بطريقة احترافية وما لقيناش كاع عراقيل، مشينا آلاس وما من المتظاهرين، بينوا احترافية في المسيرة تاعهم. تناغم بين قوات الأمن والمتظاهرين هو ما سجل في الساعات الأولى بمختلف ولايات الوطن لمختلف المسيرات المنددة بعدول رئيس الجمهورية لعدم الترشح لولاية خامسة. الفئة معينة من الشباب اللي تعاطوا المخدرات ويتعاطوا هذاك شوي يعني كابابلي يديروا التجاوزات ولا يديروا هذوك البروبليم. الحمد لله الشرطه كانوا يتعاملوا باحترافيه والشرطه ما كانش تجاوزات وكانت الحاله بها والحمد لله. إذن مسيرة سلمية نظمها آلاف الجزائريين الرافضين لترشح الرئيس المنتهي ولايته وسط تعزيزات أمنية مشددة آملين في التغيير السلمي للسيدة الجزائر. بحدود الساعة 6 مساء سجلت بعض الاحتكاكات بين بعض المتظاهرين ورجال الأمن مما أدى برجال الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. في تصريحات أدلى بها المتظاهرين الذين خرجوا اليوم في مسيرات حاشدة ورافضين للاستمرارية وللعهدة الخامسة لرئيس بوتفليقة، أكدوا رفضهم التام لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الجزائري وأن الشعب ومؤسسات الدولة قادرة على التكفل بحل قضاياها الداخلية. عصام بوجمعة يفصل. للجمعة الثالثة على التوالي جموع المتظاهرين والرافضين لعهدة رئاسية خامسة للرئيس تجوب شوارع العاصمة للتعبير عن مطالبها بكل الطرق السلمية والحضارية وسط انتشار أمني كثيف. مسيرات الجمعة الثالثة سبقتها رسائل وبيانات من الاتحاد الأوروبي وواشنطن من أجل احترام حق التظاهر في الجزائر، رسائل فهم الجزائريون عامة والمتظاهرين بصفة خاصة فحواها وخباياها، ليردوا اليوم بحزم عن رفضها جملة وتفصيله. اخي هذا شان داخلي والشعب راه قد المسؤوليه، شعب واعي الحمد لله، راك تشوف المظاهرات، راك تشوف الخوه جاوا من تيزي وزوم بجايه، جاوا الحمد لله من جميع الولايات، راه متواجدين هنا ان شاء الله. مال الجزائر احنا في احنا، جي الشعب كامل مع بعضا يد في يد، يد مع اليد، خوه في خوه، كاين مطالب سياسيه يرجى من الحكومه اخذوها. ما نطلبوش من الدول الاجنبيه، نطلبوا ما كان له تدخل روحها في الجزائر، احنا في احنا. بالنسبه للتدخل الاجنبي في الجزائر، رساله الوزير الخارجية الفرنسي نقول له باللي احنا هذا الوطن هذا ماتوا عليه رجال، ما لازمش تبعث لنا ميساج من فرنسا، احنا ماناش فرنسيين، احنا جزائريين. المتظاهرون طالبوا الدول التي حاولت الإدلاء بدلوها في الشأن الجزائري بالتفرغ لقضاياها، لأن الجزائر كبيرة بشعبها ومؤسساتها وقادرة على التكفل بقضاياها. ونقولوا احنا في احنا والبرانيقيننا، احنا نقولوا الأمريكا وفرنسا التو برواحكم، روحوا لسترات الصفر اذا كان بغيتوا تبدلوا، روحوا لسترات السترات الصفراء دافعوا عليهم. بالنسبه للسفير تاع امريكا اللي اعطى تعليمات باش تكون الانتخابات، نقولوا له عندك بلد دوله تاعك تقدر تهدر فيها، اما الجزائر عندها رجال وعندها شعب، وهذه الصوره هذه تعبر لك على انه الشعب الجزائري كامل واقف وقفه رجل واحد. مسيرات الشعب التي اعطت للعالم درسا في كيفيه التظاهر السلمي وابداء المطالب تقف اليوم كسد منيع امام ما يحاك لامانه الشهداء وتغلق كل الابواب في وجه المتربصين بالبلد. تميز مشهد المظاهرات اليوم أيضا في العاصمة بميزة فنية وسياسية وحتى رياضية وتاريخية، ساهمت كلها في ربط الأسماء بالماضي وتسجيل اسمهم المخضرم مع جيل اليوم. محمد أمين بطري. تستمر المظاهرات السلمية للجمعة الثالثة على التوالي بالجزائر، لكن مشهد شوارع العاصمة عرف ميزة خاصة تزامنا واليوم العالمي لعيد المرأة، فحفيدات حسيبة عبرن عن مطالبهن في جو ثقافي بطابع سلمي. شعبنا شعب عظيم، والتاريخ الجزائر
الجمعة الثالثة تميزت بحضور شخصيات وأسماء غنية عن التعريف على الساحة الفنية. حبينا اليوم نزغرتوا للشهداء، نزغرتوا لولادنا اللي ماتوا في البحر، ونقولوا باللي خلاص يونا مار وفوك وسوك وفاغ فاغ. ناهيك عن كوادر السياسية بالجزائر التي سجلت حضورها في المشهد. شاب راه في الشارع 90% شباب كيما انتوما. انا دائما نقول باش تسقم البلاد ماشي اللي خلاوها لي سقموها. راهم في السلطة، راهم في المعارضة، خلاو البلاد، سقموها انتم. والقيادة الجديدة تخرج من بين الشباب، تخرج من أوساط الشباب كيما خرجت عام 54. فضاء سلمي بابتياز، أين خرج فيه أغلبية الجزائريين عن صمتهم المطبق ليعبروا اليوم وفي مشهد سلمي تقشعر له الأبدان. بين الأصالة والمعاصرة حرائر الجزائر في عيدهن العالمي، أبين إلا أن يحتفلن بعيدهن إلى جانب الرجال في مسيرات سلمية عرفتها شوارع العاصمة اليوم. رميسة ماكسين تفصل. من هذه الزوايا بأزقة العاصمة التي تربعت شوارعها بألوان بيضاء، حايك المرمى الذي يعبر عن أصالة المرأة الجزائرية وحشمتها وعفتها، ناهيك عن وقوفها لأخيها الرجل. بكري حسب بوعلي في 54 خرجت بالحايك، صح ولا لا؟ لا هيا راه حبينا كما نقولوا حنايا كافيو المرأة، وإن شاء الله كما نقولوا هدية دفعت البلا على البلاد. عيد سعيد لكل الأمهات الجزائرية وخاصة كل أمهات العالم، كل نساء العالم، خاصة المرأة الجزائرية. زافانس كي بارطو دو لافون وما يفشلوش، يجي كوراج. حايك تاع بلادنا بنتي، تاع بلادنا، هذه الجزائر البيضاء، هذا هو، هذا هو تاع لا باتاي دالجي ولا لا؟ لا عيد المرأة ولا مارش والله يفتح البيبان، البيبان اللي مغلوقين والله يفتح، ينحي الباطل ويبين الحق. كما احتضن الشارع الجزائري كل الفئات النسوية، الطبيبة، المحامية والصحفية، فجمعهم صوت الوطن بزغاريد حرائر الجزائر. النساء الجزائر، نساء العالم، كل عام وأنتم بخير والصحة إن شاء الله. جيري ليبيري ليبرتي توتال، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يخرج طبيبه من الاطباء الجزائريين. اليوم كاين اللي خرجوا بالمآزر البيضاء، كاين اللي داو معاهم معدات باش يديروا الاسعافات الاوليه، وكاين اللي خرجوا بزيمداني. راهم حفيدات حسيبة بن بوعلي ووريدة مداد شاركنا اليوم بقوة في عيدهن العالمي، حاملين العلم الجزائري في مسيرات سلمية. مشاركة فنية معتبرة من مختلف الطبوع الموسيقية والتمثيلية، فضل هؤلاء ضم صوتهم إلى صوت الشعب في مطالب التغيير السلمي، في إشارة واضحة إلى انتمائهم له ومشاركتهم إرادة التغيير بطريقة سلمية حضارية. ميكروفون سيد أحمد سبعون. ما خرجنا مع الشعب باسكو حنايا مع الشعب نقولوا لا للعهده الخامسه. حنا قبل ما نكونوا فنانين رانا ناس خارجين من ناس كيما هادو. ايفينمون كيما هذا سي هيستوريك وفوالا ضد العهده الخامسه ومع الشعب، وان شاء الله يجيب الخير ربي. شوف سي مانيفيستاسيون سلميه اللي شفاو 62 قال لك سيتي لا ميم شوز، دونك بورفو كو ساسوا بيان بور لا جونيس يفو كو سا ريسبير. كما شهدت أيضا المسيرات حضور فرق من شباب متطوع، طلبة وأفراد من جمعيات ناشطة. شباب المتطوع هدفه تطير الجمعيات والتدخل من أجل الإسعاف وإعطاء الإرشادات اللازمة. عصام بوجمع. التنظيم المحكم والطابع السلمي لمسيرات الشعب الجزائري عنوان للحس الوطني. مجموعات من الشباب الجزائري أبت إلا أن تشارك في مسيرات لكن بطريقتها الخاصة، شباب كانوا في قلب الحدث لكن من أجل التنظيم والإسعاف واليقظة التامة من أجل سلامة كل الأفراد.
حنايا اون دي سكورست بينيفو دو لا ولايه دو تزوزو دونك اوني فورمي بور لي برومي سكور لي جاز دو برومي سكور سوفتاج ليت كونتر انسوندي بون سيرتينمون اون فات جوي لور فورماتور انسي كو شاف دو لا ديليغاسيون سيكوريتي جينيرال دون اسوسياسيون دو بيانفيزون جمعيه خيريه تاع تزوزو اون فات طوعنا درنا مانيفيستاسيون دونك مانيفيستاسيون بينيفول اون ماتير دو سوفتاج برومي سكور Ça dira afin de prévenir tout incident qui pourra être causé par certaines mounawachat à la koulihal. Jina là, on est là pour nous. Voilà, on est là, on peut organiser, on peut donner des secours. اجتماع لتقسيم وتنظيم العمل، السير وسط المتظاهرين وتفقدهم وكذا الاستجابة لمطالبهم. خرجنا مع لا سورتي اوربان تاع لودا دونك اون سيمي اون بريفينغ رانا اون بلا مانيفستاسيون دونك اون سوي لا فول جيسبير بيان صدر اون فات ما تكونش حاجه كبيره مي سينو صدر اي مسحقنا كو سوا سي ان بوليسي سي ان جوندام سي ان سيتوايا رانا كاع خاوتيو. بغض النظر عن المطالب الواضحة والشعارات المرفوعة، إذا هي مظاهر الرقي والتحضر والوعي التي أبان عليها المجتمع الجزائري بكل أطيافه وفئاته. قال مصدر أمني اليوم أنه تم توقيف شخص إيرلندي كان بصدد تصوير المظاهرات. الموقوف صور المظاهرات لصالح صحفيين أجانب، كما أن الصحفيين الأجانب غير معتمدين حسب مصادر. المعني أوقف من طرف مصالح الأمن وسط العاصمة الجزائر. مسيرة الجزائر منذ انطلاقتها غلب عليها الطابع السلمي والحضاري، أين باتت حديث العام والخاص في الداخل والخارج، مسيرة وظفت فيها مواقع التواصل الاجتماعي التي زادت من تماسكها. رؤوف زراروي يفصل أكثر. المسيرات السلمية للجزائريين تصنع الحدث عالميا منذ انطلاقتها في 22 من شهر فيفري والمطالبة بعدم ترشح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة. تظاهرات أبانت عن درجة كبيرة من الوعي والتحضر والمستوى الراقي والذي ينعم به الشعب الجزائري. طابع سلمي روج له من أول لحظة ولو أنه جاء عفويا، لكن تم التأكيد عليه عبر وسائل مختلفة. الحسابات الشخصية والصفحات والرسائل الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تفوح سوى جزائريا ولا تراقص سوى إرشادات ودعوات أخوية إلى ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للمسيرات. بين الجمعة الثانية والثالثة وكاستفادة من المسيرات السابقة، بادر الجزائريون إلى تداول إرشادات ونصائح مختلفة عبر الصور والمنشورات وحتى مقاطع الفيديو، كلها تحفيزية راقية شملت برنامجا جديدا لجمعة جديدة من المسيرات، فحواها الابتعاد عن قصر المرادية لتجنب الاحتكاكات مع عناصر الشرطة، استحداث أسلوب الصافرات للإعلان الموحد ووطنيا عن انتهاء توقيت المسيرة في الساعة 5:30 مساء، لأن الإطالة في عمر المسيرة إلى غاية الليل قد يؤدي حسبهم إلى العنف والشغب والانحراف عن المعنى الأسمى للمظاهرات ألا وهو السلمية. وقت مخصص للتنظيف وآخر لإخلاء الشوارع، فسح المجال والطريق لأي طارئ أو مريض أو ما شابه، والأهم عدم رفع أي شعارات تنم عن أفكار أو إيديولوجيات من منطلق أن الكلمة واحدة والمطلب مشترك والجزائريون جزائري واحد. سيستحدثون جائزة نوبل للشعب المسالم. جاء في افتتاحية مجلة الجيش الوطني الشعبي في عددها لشهر مارس الجاري الذي صدر اليوم أن الجيش الوطني الشعبي والشعب كلاهما ينتميان لوطن واحد لا بديل عنه، وما حققه الجيش عبر مختلف الأصعدة يترجم مدى ارتباطه ووقوفه اللامشروط إلى جانب أمته وشعبه في كل ما مرت به من محن وأزمات، فيما تعهدت القوات المسلحة بحفظ الوطن وحمايته من كل مكروه. في موضوع آخر، شهد اليوم مقر جبهة القوى الاشتراكية استعمال القوة والدخول في مناوشات بين أعضاء الحزب بسبب الخلاف حول اتجاه لفافاس نحو سحب نوابه من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. التصريح في ميكروفون محمد رفيق حداد.
واش صرا اليوم الحقيقه ما يشرفش الحزب. علاه؟ كاين جماعه لي كونفوكاو هما دو تيار، يقولوا دو تيار كونفوكاو لو كونسي ناسيونال، كاين اون اوتر بارتي كي امبيشي باش يكون لو كونسي ناسيونال هذا. دونك راهي المد والجزر بين لي دو بارتي. البارح شفنا لا ديكلاراسيون بلي لي ديبيتي بلي انسحبوا من المجلس الشعبي الوطني، والجهه الاخرى تقول ما كاش منها، ما تسمى دو ديكلاراسيون ديفيرونت. هذا هو شرف الحزب. شهد حزب جبهة التحرير الوطني استقالات لعدد من مناضلي وأعضاء اللجنة المركزية السابقة وإطارات قدموا استقالتهم من الحزب العتيد. تفاصيل أكثر حول الموضوع في هذا التقرير لأبو بكر الصديق موسى. الحراك السياسي الحاصل في الآونة الأخيرة خاصة وتزامنا مع المسيرة السلمية دق ناقوس الخطر على بيت الأفلان، حيث شهد تصدعات وتشققات حسب متابعين لعدد من المناضلين في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني. كاين استقالات وكاين تذمر كبير من إدارة الحزب، من القائمة هذه، لأن القائمة هذه ما تعبرش على الإرادة تاع الرئيس الذي يدعو إلى التغيير وأعطى الفرصة للشباب في مراكز القيادة. استقالات يؤكدها مناضلون في الحزب العتيد على أنها رفض لما يحصل، وهي أحداث انجرت عنها قرارات اتخذها أبناء الأفلان في هذه الفترة. والله ما في علمي شنا الاستقالة، عندي علم استقالة حوالي 10 البارح، زملاء وأصدقاء كانوا في اللجنة المركزية سابقا، يظهر لي قدموا استقالتهم من اللجنة المركزية القديمة، أما الخوي ما يشعر، الباقي ما يشعر في الواقع، يعني رفضهم لواقع الحال، رفضهم القيادة هذه اللي تعتبر غير شرعية، عينت بقرار فوقي من رئاسة الحزب، من رئيس الحزب، وبالتالي رافضين هما التعامل مع هذا، أقل استقالتهم. النظر عن كثب فيما ينجر عن مناضلين الناطقين بلسان الشعب مثل ما كانت العادة من قبة زيغود يوسف، إلا أن الاستقالة الحاصلة يرجحها مراقبون لعبث القيادة اللاشرعية، في حين يضيف آخرون أن هذه الأحداث لتأييد الحراك الشعبي. تشهد المحلات والأسواق الشعبية بالعاصمة تهافتا لاقتناء المواد الغذائية الأساسية، وذلك بالتزامن مع إطلاق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمباشرة عصيان مدني يوم الأحد المقبل. أسماء إبراهيمي تفصل. بعد إطلاق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمباشرة عصيان مدني يوم الأحد المقبل، قادتنا جولة لمحلات تجارية وأسواق شعبية بالعاصمة. الإقبال كان متزايدا على شراء المواد الغذائية وسعة الاستهلاك لتخزينها. هنا رانا سمعنا بالعصيان المدني هذايا، كنا خدامين نورمال، المارشي ناقص شوية ميت، وشنو عندنا هاد اليومين ثلاث أيام الأخرين وكاين حركة شوية زايدة شوية. شرو بزاف، سوتو البارح، البارح شرو بزاف. كاين الناس اللي حوانت اللي بيداو ما من اليوم راهم مع النشاط هذاك. تضاربت آراء الزبائن بين من أخذ بعين الاعتبار الدعوات وبين من شكك في صحة الخطوة. سمعنا باللي حيغلقوا الحوانات ويغلقوا المسايد، ما قالك ما يقروش، والناس هم يقضوا في القديان، يقضوا كلش، بصح أنا ما شريت والو، ما آمنتش، ما نكذبش عليك. أي تاع الناس هم يقولوا بلي راح يغلقوا بور سان جور، ما كاش كاع لي كوميرسون يغلقوا، ألور جو نكرو با بلي لي كوميرسون يفون فيرمي، باسكو هذاك هو سي لور كان بان، هذه ديجا الخبزة ديالهم، وما ينجمش يغلق، باسكو كان يغلق، منين ياكل؟ الخطوة جاءت بالتزامن مع آخر يوم من استقبال المجلس الدستوري لملفات المترشحين للرئاسيات المصادف للثالث من مارس، غير أن تلك الدعوات تأجلت إلى يوم العاشر من مارس، أي قبل ثلاثة أيام من الإعلان عن المرشحين الرسميين. رفعت أول أمس مصالح الجمارك على مستوى ميناء وهران الحجز على الباخرة فيغا ماريكوري الليبيرية الجنسية، وغادرت ميناء وهران بعد 9 أشهر من الحجز، وهي الباخرة التي جاءت محملة بشحنة اللحوم التي وجدت بها 700 كيلوغرام من الكوكايين. أكثر التفاصيل مع نجي أسمعتل في هذا التقرير.
غادرت باخرة فيغا ميركوري ميناء وهران بعد رسوها فيه منذ جوان الماضي، أين رفعت مصالح الجمارك على مستوى ميناء وهران الحجز عن الباخرة أول أمس. وللتذكير فإن الباخرة جاءت محملة بشحنة اللحوم المجمدة التي وجدت فيها كمية معتبرة من الكوكايين، أين تم حجز الباخرة على ذمة التحقيق بأمر من محكمة سيدي محمد بالعاصمة، ليأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بالسماح لها بالمغادرة. هذا وكانت محكمة سيدي محمد قد أخلت سبيل طاقم الباخرة في 2 جويلية الماضية ولم تتم متابعتهم قضائياً. يحتفل العالم يوم 8 مارس من كل سنة بعيد المرأة اعترافا بمجهوداتها ودورها في بناء المجتمع، حيث من الواجب على الجميع الاعتراف بقدراتها وإبداعاتها في كافة مجالات الحياة. ورقة في الموضوع مع هبة حمواني. 8 مارس يعد عيدا للمرأة، فهو احتفالية لتتويج إنجازاتها ومساهمتها في مجتمعها وقياس حجم مجهوداتها والوقوف على المكاسب التي حققتها على امتداد عام كامل من المشاركة الفعالة والنضال المتواصل. والمرأة الجزائرية خاصة، ونقولها دائما متألقة دائما مع الحدث، والمرأة الجزائرية اليوم أصبحت في كل الميادين في يعني احنا فخورين بالمرأة الجزائرية اليوم. المرأة قطعت شوطا شاقا وطويلا لتحقيق كل هذه الإنجازات، إلا أنها وصلت لغايتها أخيرا وحصدت ثمرة تعبها بما تستحق. وفي يوم المرأة كان لزاما على الجميع الاعتراف بقدرة المرأة وإبداعها في كافة مجالات الحياة، وبالتالي فهذه لفتة لابد منها تكريما للمرأة، تكريما أيضا للإبداع، لأن لا يمكن تصور مجتمع دون إبداع. والمجتمع الجزائري تسهم فيه المرأة بصورة كبيرة فيما يتحقق الآن من أشياء جميلة، أشياء يتفاعل معها الناس. من الواجب على كل من حول المرأة تقديم الدعم والمساندة لتتمكن من الاستمرار في طريق نجاحها وتحقيق أهدافها، ولا يقتصر هذا التقدير على يوم واحد بالسنة، فالمرأة إنسان معطاء ولا حدود لعطائها، في أي موقع وجدت به وجب تكريمها والاهتمام بإنجازاتها كافة العام. إذن نتمنى عيدا سعيدا لكل نساء الجزائر. من اليوم العالمي لعيد المرأة إلى الأحوال الجوية، حيث حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية مصحوبة بزوابع رملية على المناطق الجنوبية اليوم الجمعة. وحسب بيان ذات المصالح فإن الولايات المعنية هي ورقلة، غردايا، شرق تندوف، أدرار، تمن راست، بشار البيض، إليزي وأنعامة. توفي يوم أمس الخميس الممثل والتقني السينمائي مبروك أي تعمارة عن عمر ناهز 56 سنة إثر مرض عضال. في موضوع آخر، أكد وزير الثقافة عز الدين مهوبي أن مشروع إنجاز فيلم حول سيرة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر ما زال قائما، موضحا أن الحساب المالي المخصص لهذا العمل السينمائي لا يزال مجمدا حاليا. المتابعة لسارة عبد الله. من خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، وفي رد وزير الثقافة عز الدين مهوبي عن سؤال شفوي للنائب يوسف بورشي، أوضح عز الدين مهوبي أن المشروع الذي كلفت بإنجازه في البداية الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي جمد لأسباب تقنية ولوجستيكية والمتعلقة أساسا بالسيناريو والديكور. شرع في الجانب الآخر المرتبط بالجانب اللوجستيكي والمادي والتقني، الجانب التقني، وبهذا الجانب شرع في الديكورات، شرع في السينوغرافيا والملابس، وهي كلها الآن هي
مكسب كبير لنا. وأكد عز الدين ميهوبي أن الحساب المخصص لفيلم الأمير عبد القادر مجمد حاليا، ولا يمكن للوزارة التصرف فيه لإنتاج مشروع فيلم آخر، مؤكدا أن الفيلم يبقى قائما إلى حين توفر السيولة المالية لإنجاز فيلم عالمي يليق بمكانة وقيمة الأمير عبد القادر. الحساب نعم مجمد، لا يمكن أن نتصرف في هذا الحساب لأي مشروع آخر، لأن المشروع بالنسبة لنا يبقى قائما، إنما هو مجمد إلى حين تتوفر السيولة المالية الكافية لإنجاز فيلم يليق بمكانة الأمير عبد القادر وبقيمته. إذن تبقى شخصية الأمير عبد القادر شخصية وأيقونة في التاريخ الإنساني، ويبقى فيلم الأمير عبد القادر يروي سيرة هذه القامة العظيمة. دوليا، وفي قضية مقتل خاشقجي أصدر مكتب حقوق الإنسان الأممي ولأول مرة بيانا مشتركا ل 36 دولة تدين السعودية وتطالبها بفتح تحقيق سريع ومعمق لمحاسبة المتسببين في عملية القتل بكل حيادية وشفافية. رأوف زرارة يفصل أكثر. 36 بلدا في مجلس حقوق الإنسان والتابع للأمم المتحدة طالب السلطات السعودية بتسريع التحقيق في مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في أسطنبول التركية، تحقيق سريع ومعمق لمحاسبة المسؤولين عن القضية ضمن بيان مشترك لأول مرة يدين السعودية. الدول من بينها بلدان أوروبية، أستراليا، كندا ونيوزيلندا اشترطوا إضافة إلى السرعة والتعمق ضرورة إجراء تحقيق مستقل حيادي وشفاف لمحاسبة كل من كانت له يد في عملية القتل. حقوق الإنسان الأممية لم تتوقف مطالبها وتقاريرها عند مقتل جمال خاشقجي، بل تعدتها إلى الاعتقالات التعسفية بحق النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، كلها أثارت استياء واستنكارا في العالم تجاه السعودية وصورتها، خصوصا تلك الممثلة في ولي العهد محمد بن سلمان. يأتي هذا بعد أيام من نشر صور ومقاطع فيديو حصرية للفرن الذي التهم جثة خاشقجي داخل منزل القنصل السعودي في تركيا، هذا الأخير الذي قدم لرجل تفاصيل بمقاسات الفرن بينها تحمله لدرجة حرارة تفوق 1000 درجة مئوية، تبعته مكالمة بين تركيا والسعودية تطالب ولي العهد محمد بن سلمان بكشف الحقيقة ليعتبرها الأمير تهديدا غير مقبول. سيحل غدا فريق مولودية الجزائر ضيفا على وفاق سطيف بملعب 8 ماي في لقاء متأخر عن الجولة 19 من المحترف الأول موبيليس، حيث ستكون مواجهة مهمة لا تقبل القسمة على 2 في ظل بحث الفريقين عن التواجد في ثلاثي مقدمة ترتيب المنافسة. إلى هنا مشاهدينا نأتي وإياكم إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مظاهرات سلمية عبر كامل ولايات الوطن للجمعة 3 على التوالي. مجاهدات، فنانون وشخصيات سياسية شاركت في مسيرة الجمعة 3. افتتاحية مجلة الجيش، ما حققه الجيش الوطني الشعبي عبر مختلف الأصعدة يترجم مدى ارتباطه ووقوفه اللامشروط إلى جانب أمته وشعبه. وفي اليوم العالمي للمرأة استذكار بمكانتها ودورها في التنمية وبناء المجتمع. دوليا، مكتب حقوق الإنسان الأممي يصدر بيانا مشتركا ل 36 دولة تدين السعودية وتطالبها بفتح تحقيق في قضية مقتل خاشقجي. مزيد من الأخبار والتقارير زوروا مواقعنا على الانترنت الحياة أونلاين.com والحياة TV.com، كما يمكنكم التفاعل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب. ألقاكم في موعد إخباري أخرى. السلام عليكم.